السلام عليكم. يا مساء الخير والخير. كيف الحال؟ عساكم طيبين. شو اخباركم؟ زين حالكم وزين فالكم. يا مرحب ترحيب السيل. كيف الحاش؟ وش العلوم؟ العلوم علوم المنطقة حرة. مرحب ومسهلا. جماعة الخير والله الشعب السعودي صراحة يا أخي ليش ما راح أصورك ولا أصور يا أخي ليش إنه إذا أي مكان نجي نحوشه أسأل نفسي وأنا عايش لحالي في الغرفة والله العظيم إذا سافرت لحالي ما تصير الحوشة كذا بالله شوف يا جماعة كله منه شوف شلون أصورك طيب شوف شلون لايف 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 طيب جزاك الله خير انا سويت القهوه وانت عليك التغسيل بيض الله وجهك ابى ازهر ازهر العود عندي العود عندي مالك هم العود عندي لعبتي لعبتي العود انا لعبتي دي لا والله 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 بعلي بضبط حلو طيبك طيب نبي هذه تغسل اسمع الله مو بلنا حاجه طيب جزاك الله خير غسل هذه بارك الله فيك زين خلص غسيل سهل غسيل جزاك الله خير والفناجيل الدلة التلقيمة والقمقوم القمقوم بعد القمقوم هذا عشان نجلس زين مكان مرتب مكان نظيف يفتح النفس زبالة في الله يكرمكم في دورة المياه في زبالة كوب هذه عشان طيب يا مرحبا نظيف بس هرجك كثير انت يا اللي اسمه جوجو ورش ما تجين تنظفين انتي وش دراس انتي تعال انت وين رايح انت وين رايح قبل كم كب المدخناتنا يا مرحبا والله مسهلا الله يحييكم انا في فندق شيخ ما جبت قميص ها ما جبت قميص شكلك من عشاق النوم بالسلالة الفنية لا أوف وجهك يا شيخ جبت معك زيت مقري عليه لا والله ما جبت منه بيض الله فيسك أشهد أنك طحطوح كف بيض الله وجهك أنت تخلصت عليه العود جزاك الله خير بس تولع من ذا الجمر جزاك الله خير احب والله كل عيشة ما يجيك والله انا احبك انا اجي انظف بس مياه ها انا انظف بلاش جزاك الله خير خدمك المال والبنون والزوج الحنون خدم اخوي انا يا حبيبي والله خلاص امسك 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 بث انا بصور احرجتني بس الفحم شفت الفحم عشان ما تطلع الا العود جاهز الفحم شفته الفحم شفته يا ابو صالح لقيته الافطار صائم اللي يقضي صومه لا في اي مكان يسافر له اي مكان تسافر له مو شرط انا بخير انا اقل حتى علود انا والله ما تعرفني لو تعرفني لا تعرفني تعال تعال ابو صالح انا بخيل انا بخيل والله اه لا اربع الصوت ارفع الصوت والله كذب من قال هذا ارفع ثاني مره ها ارفع ارفع الصوت انا بخيل كذب من قال هذا والله ما ظلمتني صراحه اصلا خلي ما تعلم نفسك وشو عدها اي ما تعلم نفسك بس انا ما اقول لك قيمني ومدحني في وجهي هذا اصلا من قالها لحظه امسك امير المؤمنين امسك الجوال انا سافرت امسك عشان ما تمدحني في وجهي قول مدحوج كذاب بطلع و... بس صدق صدق والله هذا هو يا ادم ايش يقول؟ يقول ادم شو الكيس؟ كيس يا ادم كيس يقول تحاشرني حتى على الوقت ترى انا نمزح ندب لكن ماش بخل الحين وش هدفك من البث؟ والله كذا داخل انستغرامي وبث يا اخي
حديث النبي قال إذا جب من فعل قال وما من فعل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة. حد من تقول هذا النفسي اللي دخل علينا يقول مش هدفك من البث يا أخي؟ استقرامي يا أخي. لا خلا بسولف وبنعين خير وبنذكر الله عز وجل وبنطيب الرجال الطحاطيح. هذا طيبك صح ولدك؟ أنا عارف كسرت كذي كسرت إيه نشان أظن عقصور يا شيخ محمد. الله زين زين لا والله طيب من رقة حقتك شوي بس. لا لا طيب طيب أنا عشان طيب 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 تبي شاي أخضر يا شيخ؟ أبشر والله بالسعد. تبي شاي أخضر؟ تبي شاي أخضر شيء؟ ترى زين شوي أنا أخضر زين عقب السلام يروح كأنك ما تليت شيء. هذا الشعب السعودي اطلب 4 شاورما وواحد 7 دايت. الله يجزاك خير يجمل حالك. عليش طيب السفن الدايت على اساس مسوي رجيم؟ ابشر بشاي اخضر يا شيخ خليك تجوع ثانيه. بس انت هتغسل الدله والقمقوم طيب سبح طيب كارثه. لا لا بس كمان عليكم السلام الله يا هلا ابشر بالخير. نفتح لك الحين جوال تفسير احلام. ها لا لا غسلها بس هذا غسل هذه بس. اي غسل ذي وغسل ذي يا شيخ معليش بنطلعها. والله ريحتها ابو شكها بالجمره وصالح والله ريحتها ما تصلح صناعي ما تصلح صناعيه. سنبون ليش ساري سنبون واحد؟ لان ما نبي نكثر كاكاو. والله ابشرك طيب يا مال الطيب. طيب الله حالك وجمل الله فالك. اي والله وعود انا من وين؟ من الرياض بس اني حاليا في مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام. شوف اساسا البخيل ما راح يطيبك. خليكم قريبين نفتح جوال تفسير احلام بعد شوي ناخذ لكم معكم رؤى ان شاء الله كم رؤيه. لكن قبل الرؤيه نبي نسولف معكم سوالف نذكر الله فيها. هذا اللي يزود على الشاي ابشر الله بالعود يا شيخ. العود الطبيعي ابشربه وانا ابو عبد الملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا كيف الذاكر؟ ذاكر افتح كتابك وذاكر. خل عنك بث انستغرام والحاجات اللي مالك فيها. الله هذا اللي ناقصنا. شاهي اخضر بكاس قزاز. لا ما يسلخ خاف ينكسر علينا ينشلخ. ما يصلح ما انا معي بيالات. معي بيالات شيخ. انت غسلت البيالات امس صح؟ لا البيالات مو الفناجيل. هات 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 هات. الله يبيض فيسك. الله يجعل لك خير. اصب لك بياله. 91 ولا 95؟ واحد. كم؟ فل دقائق. طيب يلا 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 يا شيخ نبي نسولف مع العالم هنا ونذكر الله عز وجل. داخلين بث في انستغرام نذكر الرحمن. ايش فوائد ذكر الله يا عز يا عز استغفر الله وتقول يا عز وجل يا جماعة الخير؟ فوائد ذكر الله اعطونا فوائد ذكر الله. فوائد ذكر الله انت ترى شغلتيني اللي اسمه شرفه العتيبي. ترى اشغلتينا تبي تذاكرين روحي ذاكري. لا تقعد تشغلينا مالي نفسه ذاكر مالي نفسه ذاكر. مشكلتك الله بزران ذا المتوسط مشكله. يرتاح القلب الله يذكرك. الطمأنينة الطمأنينة
تريح القلب وتذهب الهم. الله يذهب همي همكم. شيخ فوائد ذكر الله ايش؟ راحة القلب والطمأنينة، تيسير للأمور، تسهيل الرزق، دعوات كذرية الصالح. لا هذه ايه. طيب شيخ ايش فوائد ذكر الله؟ فوائد ذكر الله؟ اي نعم. لم يعد الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله كثيرا الذاكرات جنان تجري من تحتها. الله اكبر. بل قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، يعني سبقوا بالاعمال الطيبه وسبقوا لدخول الجنان. قال من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال لا انبيكم بخير اعمالكم واسكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الورق والذهب والفضه، وكما قال عليه الصلاه والسلام وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فذكر الله ولا ذكر الله اكبر. فذكر الله بها تحيا القلوب وتنشرح الصدور وتأنس النفوس. ايش تسوي انت؟ خلاص يا اخي ترك كتبتنا انت شوي عود، خلاص خلصت عليه الكيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دخل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يذكرون الله في مجلس، بس الله يشملنا منهم بالله، قفل الباب يا أبو صالح، في مجلس يذكرون الله. قال ما جلسكم؟ قالوا جلسنا لنذكر الله. فحلفهم عليه الصلاة والسلام قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما جلسنا إلا ذلك، الله ما جلسنا إلا لذلك. قال ألا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني يخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فالذكر لله ملائكة سيارة يبحثون عن مجالس الذكر. في الذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فآواه الله، أما الثاني فاستحى فاستحى الله، أما الثالث فأعرضه وأعرض الله عنه. قس عن هذا اللي يسمع الذكر ويبتعد عنه وينحاش منه ويطلع من، يقول لا هذا ما نبي بث ذكر، ما نبي شوالف ذكر، ما نبي طقطقة ونبي وناسة ونبي ليجة منه جاء الذكر، انحاش ولا مدبرا ولا معقب. والله يا جماعة الخير، أنا قبل شوية الشيخ عبد الخالق أبو صالح ومعنا واحد من الأخوان، رحنا زرنا لنا تزاورنا لنا واحد في المستشفى. تدري يا شيخ من هو اللي مسجون صدق؟ مشلول. ها؟ مشلول. لا والله ما هو بالمشلول، مسجون صدق كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ايش معناته؟ لاحظت انك تكثر عود انت راك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا بارك الله. ما شاء الله ريحه لوشناتك طيبه يا شيخ، تستخدم لوشنات نكتار وحركات دموع الذيب شو اسمه ذاك؟ زوجتي تحرص علي جزاها الله خير. جزاها الله خير. لا اشتكي والله انا الصابع عزوبي ما تزوج. يقول ابن القيم هات اشد العقاب ان يمسك الله سبحانه وتعالى لسانك عن ذكره. نعم. وعن تراها اسهل شيء. جميل اسهل شيء. لحمه يا اخي البس ثوبك وقعد تسولف معي. والله لا ما يحتاج اطلع وجهي، الكلام يمشي يوصل. الله اكبر الخ. نعم. الله يرزقني اكل خلاص. هل رأيت الصحابة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد. وصل دين الله سبحانه وتعالى. شو بخير؟ تفضل. تقول من المشلول يا شيخ؟ هذا سؤالك. أيوة المشلول، المشلول لساني عن ذكر الله. المشلول فعلا اللي قلبه ميت، هذا هو المشلول. هذا هو المشلول اللي يسمع حي على الصلاة وهو جالس. يا اخي شفنا ناس مشلولين يجون مشلول ولا محروض ولا رجاله كبير في السن يسابق الاصحاء. ما هو بالمشلول مشلول الاعضاء، المشلول مشلول القلب. يا رحم امك خلاص عود يا اخوي، ترى بتشتغل الصفيره حقتهم. والله بتشتغل صفيره الفندق انت. والله انك بدك تصدق ها انت حاط العوده you
والله بتشتغل الصفير هذا قام يصلها الدخان والله تقد تصيح عليه تشتغل على رشاشات المويه في ذا تسبحنا وتغرقنا. خلص علينا اليود غسلت الدلة والقمقوم بالله يغسلها بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله فيسك خدمك المال والبنون والزوج الحنون. خلنا نضبط الجوال كذا. تفسير الرعى عاجبك والله تفسير الرعى أمس إيه صح يوم قبل ما ندخل للمسجد قلت عندي رؤية إيه هات رؤيتي يا شيخ أكثر مرة أرى أني أقف قدام مراية وأسوي كذا أحس في شيء قوي هنا بعدها الدم يطلع هذا صدمة مرتين في خشمك وأنا أظن الدم تكرر عليك الرؤية يبدو رأيتها هنا عندك. طيب بسألك سؤال جابني بصراحة ولا قفل البث جاوب سؤال قوي والله لا لا ما في شيء لكن السؤال في الرؤية هذه متى رأيتها عندك أنا أنت نايم الليل لا في أحد أو أنت تحاول تبرئ نفسك من أمر أنت نسب إليك يعني قيل في كلام ليس فيك جالس تشتغل عليه عشان توضحه وتبينه. ما حصل تقول زي في زي الكورة هنا وتحركها وتلمس لا لا ما مو كورة زي شيء يابس بس أحس ما أبعده يروح طعدم بعد ما يجعل الخير ما وضعت لي فسرتها لا ما فسرت الله يجعل أخي ما وضحت لي ما وضحت لي. طيب نفتح لكم جوال تفسير الأحلام لا اتصال تفسير أحلام كتاب اتصال شيخ يقولون أنت شغلت هنا تقول زوجتي تهتم فيري وما أعرف صدق أو ترى يوم تقول ما شاء الله يوم قلت لك عندك نكتار ولوشن وذا متزوج الجابر أحوال الجابر. طيب فتحت جوال تفسير أحلام اللي بيتصل تكفى عمر. طيب شوي كذا شوي كذا أبشر شوي كذا شوي كذا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام الله. السلام خير يا شيخ. حياك الله. أنا قاعد أتابعك في البث وقلت اتصال وعلى طول لقيت الجوال. ما شاء الله عليك. إيه تسمعني يا شيخ بالرؤية. سام. أنا الرؤية لها تقريبا 3 شهور شهرين ونص. إيه. دقيقة عشان المشكلة أنا في المستشفى عشان كذا رأيت زوجتي. ايه تاخذ الغراض من الشنطه. ايش وشو تاخذ الغراض من الشنطه؟ تاخذ اغراض من الشنطه. ايه وانا اقول لها لك غرض عندي. ايوه ممتاز. ايوه قلت الرؤيا لي تاخذ اغراض من الشنطه. ايه ايوه هي تاخذ اغراض من الشنطه وانا قاعد انظر فيها واقول لها لك غرض عندي زوجتي تبقى عنك عن حالتي. لحظة بس لحظة سم
ما جاكم عيال؟ لا، أو في بيني وبينهم خلاف. جاكم عيال أو لا؟ لا 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 لا، أنا ما أنا هنا الرؤية لها تقريبا 3 شهور شهرين زين؟ أيوة. وبيني وبين زوجتي خلاف، وآخر مرة شفتها قبل 5 شهور بيني وبينها خلاف في إطار الطلاق. طيب أنا اي معك، وانت قسالت قلت ما بينكم عيال، قلت لي لا 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 ما بينكم عيال، ما بينكم عيال لا هي كانت جلست عندي شهر ونص يعني صعبة. ايه ما قدر إيه. الله يخليك ما قدر. اي نعم. طيب في الرؤية انها تفتح شنطتها إيه. وايش هي تاخذ الرؤية هي تاخذ غرض من الشنطة وانا اقول لها لك غرض عندي بس. وش الغرض طيب؟ ما ادري تروح. ايه هي طالبه الطلاق وانت قايل لها ردي لي المهر او شيء او ماسك عليها شيء؟ شلون؟ هي طالبه الطلاق وانت قلت لها ردي لي المهر او ماسك عليها شيء من اجل الطلاق؟ ايه هذا تفسيره والله اعلم. صدق هي طب الطلاق حتى ما فيها عذر يعني عذر يعني خليني اطلق قلت خلاص انا طالب بالمهر حقي. هذا تفسيرها بس. طيب طيب يا شيخ سم تسمحني في رؤية ثانية بس؟ كرام على السريع. ايه تفضل. هذا انا رأيت الرؤية في قبل 3 شهور ممتاز تمام انت. رأيت زوجتي في ترجع اغراض للغرفة. لحظة يا ابو عبد الله لحظة وش تقول انت؟ لحظة شوي بالله لحظة. أنا أقول أقول دقيقة دقيقة عطني دقيقة بالله شوي لحظة بس. سم كلام أنت ها؟ كلام زين قلت لي تقول افتح بعدين كلام. صديق يا أخي الله يرزقنا الصدق مع الله. والله صدق تمام ما طفيه. كلش ولا أنت كلش ولا خوية طفي البث عشانه. اهم شيء خوي يرتاح. والله العظيم لو نوصل مو بالتوب لايف التوب ترند. اهم شيء خوي ما نكد عليه. اطفيه؟ خلنا اطفيه. اسلم يا شيخ. ان شاء الله. اقول انا رايتك تقريبا 3 شهور. ممتاز؟ ايه. قبل 3 شهور رايت زوجتي في ترجع اغراض من الغرفه. طيب اسمعي. ايه وقاعد ننظر فيها وهي قاعد تبتسم وانا مبسوط. هذا في الرؤية. طيب ايه هذا الرؤية هذا اول رؤية شفتها في زوجتي بعد الخلاف. ايه ترجع اغراض هذا هو. ها ترجع اغراض للغرفة. ايه ترجع اغراض هي اصلا هي انا وديها لحالها كانت اخذت بعدين اخذت كان اخذت اغراض زعلت مني واخذت اغراض من الشقه معي معك. انا قلت انها اخذت اغراض على الارض الواقع في الرؤية شفتها تاخذ من الغرفه من الشنطه ترجعها بالدولار وانا قاعد انظر فيها مبسوط وهي قاعد تضحك. اي لعله خير ان شاء الله باذن الله. انا عشان كذا الرؤيتين طيب فهمت المقصد؟ اي فهمت. وهي الان طالبه الطلاق. طيب اسمعني الاغراض تدري وش هي ولا ما تدري وش؟ ها؟ الاغراض تدري وش هي؟ هي ملابسها. رايت انها ردت ملابسها؟ اي سؤال جاوبني إيه؟ بصراحه. سم طلبك. جاوبني؟ ابشر ابشر. انت عايفها وهي عايفتك؟ بالنسبة لي أنا؟ إيه. لا. وهي؟ هي شلون أقول لك إياها؟ يعني كنت فيه مرتاحة. وديت لأهلها معي؟ وديت لأهلها أن تحضر زواج أختي. ممتاز؟ يعني هي طالعة من البيت برضاي.
طالع من البيت برفعي. وفجأة قالت لا تبيك؟ لا، بعد صار ما احترم زواج اختي، وصار بين خلاف، قالت ماني بحافظ زواج اختي. طيب ما هو موضوع الان انا اقول لك، لا تقول لي سالفه المشاكل. لا ما اقول لك الموضوع، الله يحفظك. انا اعلمك، وبعدها عدت طبت الطلاق الله يهدي سركم الله يهدي سركم. انا اقول اصلحوا فصلوا خير. شوف اسمعني يا شيخ. انا بالنسبه لي انا ودي بالصلح معي. حاولت اني اوصل له، وصف ابوها، حتى ابوها تهاوش معي ذاك اليوم، وحاولت اني اوصل له زين، بس ما قدرت. انت يا انا قاعد اوصل لابوها زين، بس ما قدرت. وقلت له، قلت يا عم، وحتى ايه بعد صار رحت مكتب الاصلاح زين، علشان يشوفون الموضوع يحلون الموضوع، ان انا المحكمة يحولوني على مكتب الاصلاح النظام الجديد. ايه معروف. رحت مكتب الاصلاح وعلمتهم الوضع، كلموا البنت، علموها ان في محكمة في جلسة صلح. قالت البنت طيب احنا اصلا طالبين الطلاق، هي بتقول احنا متفقين على الطلاق. المهم هي قاعدة تقول لهم هي تصريف ما تصريف، قالت خلاص انا بجي. بعدها ما جت، قبل الجلسة الموعد ما جت، اتصلنا عليها ما ردت. الشيخ اتصل على ابوها، قال يا شيخ الموضوع منتهي، ما يحتاج، ما نبي الصلح، هذا الموعد موعد الصلح. الله يسلمك. انا بينك، انا والله بالنسبه لي انا والله ما ودي الطلاق، بالنسبه لي ما ودي الطلاق، بس عاد شكوى والله. الله يصلح احوالكم، كثر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. والله اكثر من شاب بيجيني نفس الطريقه، يصير بينه وبين زوجته مشكله، او بين الزوجه وبين ذا، اقول له كثر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وعليك بالدعاء. انا حتى موعدي بكره، انا بكره ما يلبث بكرة. باذن الله الا ان تفرج عنه، فاكثر الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. والله يصلح الله يصلح. امين. الله يجزاك خير، الله يجعلك خير. انت فيك يا ابو عبد الملك، الله يجزاك. السلام عليك. ما تشرف حبيبي. هلا، مع السلامه. جماعة الخير، الله عز وجل قال الصلح خير، الصلح خير. والبنت لمنها تزوجت، الولد ما يلحق عيب، ليش الطلاق؟ يا أخي الطلاق يفرح الشيطان، الطلاق يفرح الشيطان، يهدم البيوت. بعدين أنت كم ما تلقين لسه أحد يناسب، أحد يجي، أحد عقب، فلان ليش اتطلقت، ما نعرف إيش من هذا الكلام، الولد ما فيه عيب، ما فيه شيء، ثم يجيش كلام. وإذا في مجال للصلح، ثم أنت في الجنة، كل واحد يحاول يصلح ما بينه وبين زوجته، ثم أنت في الجنة، الكمال في الجنة، كل واحد يمشي نفسه، كل واحد يعبر نفسه، حياة تمشي بالدف، ما مشت حبت، اليوم مرة بكرة عسل، اليوم بصل بكرة عسل، يعني ما هو دائم مستوى واحد هي الحياة. فالواحد يصبر على ما ابتلاها الله عز وجل فيه. بعض الناس زوجته تكون سبب لدخولها الجنة، لأنها ملسونة، لأنها رأيت مشاكل، لأنها طويلة لسان، فيصبر عليها فيكون سبب دخولها الجنة. وبعضهم هي تصبر عليه فيكون سبب دخولها الجنة. بعضهم كلهم اثنين، كلهم الجنة، وبعضهم كلهم اثنين. الله يرزقنا وياهم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الله. الله يعطيك العافية شيخ. أنا أمس اتصلت عليك علشان رؤية اللي هو الرجل اللي فوق رأسه قمر، وسألتني هل في أحد ادعى عليك بكلام، قلت لك لا. بعدين والله أني اتذكرت أنه في أحد بالفعل ادعى علي بمصيبة كبيرة، ووصلت للشرطة والمحكمة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي خرجني منها. والله ما أذكر رؤيتك يا أختي، وأنا اسمعيني يا أختي، أنا عبرت لك الرؤية بأكبر وأكثر من احتمال. قلت لك ادعى عليك أحد، رجل ادعى عليك، قلتي لي لا. ثم من يوم قلت له، قلتي لي هذا الأمر، قلت إذا هذا يحتمل أن يكون خطبة في المستقبل، تكون من مسؤول أو كبير والله أعلم، أو رجل كبير وواصل. أيوة. أي نعم، أو أن الادعاء اللي حصل لك كما هو الآن، أنت تقولين أنه فعلا حصل. أيوة
اي لكن انتهى خلاص. خلاص انت احيانا بعض الرؤى تحكي عن الماضي، فان لم تكن تحكي عن الماضي فانما هو الزواج اللي ذكرت لك اياه، والله اعلم. ايوه طيب ممكن تفسر لي رؤيه اليوم؟ تفضلي. رأيتي متى شفتيها اليوم ذي؟ لا تقريبا من حول الأسبوعين أو ثلاث. ما شاء الله. رأيت إن في أنا جالسة على سجادة في صالة وتحتها ينبوع موية صافي، وكان أخويا خالد جالس يسبح وأنا خايفة، جالسة على سجادة وخايفة. لحظة بالله عيدي من جديد، تقولين جالسة على سجادة وتحتها ينبوع موية صافي؟ أيوة أيوة. في صالة البيت، بس مو بيتنا، بيت ثاني ما أدري مين فين. فقام أخوي خالد يسبح تحت السجادة وأنا أخاف من الموية، طبيعتي ما أعرف أسبح. فجاء أخوي محمد قال لي علمني كيف إني لازم أجلس على السجادة، بعدين ألاقي نفسي إني أنا دخلت جوا الموية صرت أسبح بهذه الموية، كان شكلي مرة جميل والموية مرة مرة كانت صافية. ما شاء الله. بس بس هذه هي، هذه رؤية خير. أنا أقولها بسبب عبادتك أو بسبب عمل صالح أو بسبب دعوة تدعينها الله عز وجل، يقضي الله حاجتك وينتهي تنتهي حاجتك اللي أنت تسعين فيها، وأخيك اللي علمك السباحة بيكون هو عضيدك والواقف معك في هذه المسألة. هذا انقضاء أمر وانقضاء حاجة أنت تسعين فيها وتيسر لك بسبب عبادتك، والرمز من ذلك اللي هي السجادة، أنك جالسة على سجادة وينبع تحتك من ماء، تحتك ماء. هاجر عليها السلام نبع من تحت ابنها إسماعيل الماء اللي هو زمزم، بعد أن صبرت كانت تسعى بين الصفا والمروة اللي هو هذا العمل الصالح وتدعو ورايحة جاية، صبرت تركها أبونا إبراهيم عليه السلام، فهذا يدل على الصبر عندما انقطعت الأسباب لجأت إلى الله عز وجل. نبع الماء الصافي اللي هو لهذا يعني يمثل كمثل زمزم، تقضين من حاجتك من هالشرب من هالحياة سبحتي فيها، يعني بدأ أمرك يمشي يستمر تستصلين إلى مرادك. بس اللهم آمين يا رب. طب ممكن أقول رؤية ثانية ولا ما يسمح لك؟ والله يكفي ما شاء الله عليك، أمس اتصلتي واليوم مشك ما شاء الله. والله هذه دعوة الوالد الحمد لله ما شاء الله، بعدين تفسيرك يا شيخ والله ما يتفوت ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يلا عطينا واحدة. الرؤية هذه رأيتها بصراحة أمس، رأيت إن إحنا في بيت في صالة قديمة، والبيت حتى عفشه قديم بس هذا مو بيتنا طبعا، ورأيت إنه في حية بيضة يعني لونها باين من البيت كله، حتى شكلها مخيف وتفح يطلع الفحيح الثعبان، وشكلها كأنها أناكوندا، وكان طولها متر، وأنا خايفة على أهلي أقول لهم ارجعوا تكفون لا تأذيكم لا ترش سمها على أحد فيكم، وأقول لأمي ارجعي ورا. بعدين يا شيخ كأني كان معايا ملح وأرشه على هذه الحية يجي كله في فمها، كيف إذا مسكت الشطرطيون وبصقت فم الثعبان ما تقدر تفتح فمها أبدا، وبعدين كأن أمي جالسة وأقول لها تكفين أرجعي عنها حتى وهي مسكرة فمها تخوف. والله ما سمعت لحظة هذا اللي عندي هنا أشغلني يا صالح، رب من الله يرحم أمك. عيدي بالله رؤية تسمعني إيش أقول لك. رأيت أن إحنا في بيت قديم مو بيتنا، وفي هذا والبيت تقريبا كله نفس اللون، كنا كله بني، وفي بهذا البيت ثعبان طوله متر لونه ابيض ابيض يعني بياضه مخيف صراحه، والحيه هذه تفتح فمها وتفح وكانها تبغى تضر واحد من اخواني، وانا ارجعهم واقول لهم تكفون، واحاول اني اخليهم ورايا وانا من قدام عشان ما تضر احد فيهم. وبعدين كاني وانا ارجعهم ورا لقيت في يدي ملح، وأحط الملح في فمها أرمي رمي على فمها، وفنه ينطبق فمها على بعض وكأنه كيف إذا رصقتها. وبعدين يا شيخ بعد ما رصقتها تجلس أمي، هي تجي من وراء أمي أقول لها أمي ابعدي عنها لا تضرك، فهي مو قادرة تفتح فمها عرفت كيف، وكأن في جنب أمي كان في دب كبير جالس والحية من وراها بس مو قادرة تضرها، وهنا انتهت الرؤية. طيب متى الرؤية هذه؟ أمس. طيب اسمعيني يا أختي، هذه مرأة أقول والله من أقاربك. أيوة. مرأة من أقاربك تدخل بيتكم، بينها وبين أمك قرابة. أيوة. تتكلم عليك أو أنها مؤذية لكم أنتم يا أهل البيت بشكل كامل. أيوة لكن... أيوة هي موجودة عندنا في البيت. أيوة.
الدب هذا أقول والله العالم شكله أخوك. أي والله. طيب أنا أقول هذا الدب أخوك والله أعلم. أيوة صح صدقت والله. أخوك دب. أيوة هو آخذ دور الدب صراحة. أي نعم. وأقول للعالم أن هذه المرأة اللي هي حماتك. إيش يعني حماتك؟ يعني زوجته. أيوة صح صدقت. يعني التي تأتي بوجهها هنا وتأتي بوجهها هنا من أمك بوجه وخلف أمك بوجه آخر. صحيح. والله بس هذا انتهى. لكنك أنت توقفين عند حدها إن شاء الله بإذن الله. الله يقوينا عليها إن شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يعطيك العافية مشكور. ودب. استغفر الله. لازم يكون لا شغال. إيه لا. يا أخي حر يا أخي حر والله. بالله يشوف إن حقين استقبال. لا ما نحتاج. ها. اللي هو لا برد لك. شلون؟ لعب أخوي ما يخدم خويه. دوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أنا حلمت قبل شهر إنه دخلنا بيت أنا وأمي وأختي وكان في مسبح. والمسبح ذا فيه له نمر. وانا اقول لهم انه مسبح فيه فيل ونمر كلهم في المسبح نمر بس يا شيخ قصرتها انت دخلتي تقولين حوش فيه مسبح وفيه نمر ايوه قاعده اقول لهم ان النمر مو كويس يعني يجي فوقنا ومثلت لا بس هذا حارس ما يسوي شيء وانا كنت خايفه منه يوم دخلنا البيت كان زي الفلة وكان قديم مره امي اصرت انها تشتري والبيت كان قديم يعني مر فيوم اشتريته وسكننا فيه كان مرة مو حلو ودخلت المطبخ كان باب صغير وقاعد أقول أمي كيف تدخل من ذا الباب فجيت بخرج من البيت اللي فيه حريم يدخلون كثير كأنه في وحدة مشهورة يعني وفي أحد يكذب عليهم يقول لهم إنه تعطيكم فلوس عشان تدخلون وأنا أقول يعني معقول الناس يدفعون فلوس عشان وحدة كذا وخرجت ولقيت حريم كثير عند هذا البيت وكانوا يدخلون البيت اللي أمي اشترته فجيت أدخل ما يمديني قلت أكيد إنه في باب خلفي ورحت أدور ولقيت ودخلت يوم دخلت البيت كان البيت فيه جبال وراه زي الجبل وبحر كده وفي نمر كبير ما حد شايفه إلا أنا انتبهت له وكأنه يبغى يهجم يدور أحد يهجم عليه خفت إنه يدخل علينا بس هجم على جبل ونهد البيت علينا وأنا علمتهم بسرعة ونزلنا نجري عشان المويه ما تجي فوقنا ونزلنا من البيت أختي كانت قدامي وأنا وراها وأمي ورايا يوم جريت افتكرت أمي ورايا ما تقدر تجري مسكتها رجعت مسكتها بقوة وجريت واستغربت إن أمي كيف صارت سيئة معايا يوم شلون؟ إن أمي كيف صارت تجري بسرعة لأن هي ما تقدر فيوم بعدني عن البيت تعدمنا موية وكانت كأن الموية اللي جات علينا وصفها رحت مكان كان نظيف كذا لحظة بس قصت شوي بالله جاتكم مويه وسخه ايوه نفس المويه اللي كانت ورا البيت كانت كانها وسخه وتعدمنا وانا ما كنت لابسه عبايه وكنت امشي في الشارع يعني بدون عبايه لانه خرجنا من البيت خايفين كنت يوم خرجت ومسكت امي بعدين كاني كنت شايلتها وامي كانت مره خفيفه يعني ما كنت شايله احد شلتها وجيت في مكان كان فيه خوالي وخالاتي جالسين وكان في مسبح وكان مره نظيف ومرتب وشكله مره حلو فدخلت عندهم ولقيت ولد خالتي قاعد في وسط المسبح قلت له انه بدخل امي وانا عشان توسخنا اذا المسبح مو عميق عشان امي تقدر تنزل انه خايف عليها ما تقدر وحطيتها في المسبح وانتهى الحلو شي متزوجة ولا لا؟ لا بينك وبين رجل عداوة؟ لا ما في؟ لا متى هذا الرؤية؟ قبل شهر أنت ما تقدر تزوجتي ولا انفصلتي؟ لا علاقتك بإخوانك طيبة؟ طيبة الحمد لله
طيب بيتكم ملك ولا أجار؟ أجار. عندكم نية تنتقلون من؟ أيوه. حد طلع عليكم كلام؟ لا. في البيت؟ في الحي؟ لا لا ما ظهرت لي الرؤية بشكل كامل، ما فهمت، الله أعلم. ما بينك وبين رجل مشكلة؟ لا ما في، ما ظهرت لي، الله أعلم. شكرا. جماعة الخير، هي إذا سألت سؤال في الرؤية مثل هذه مو بالمتصل الذي اللي قبلها، أمس اتصلت اليوم ما شاء الله عليها مسك معها الخط، قلت لها سألتها كذا كذا قالت لا، واليوم دقت قالت إيه، وقبل واحد اتصل علي قال عندي رؤية، قلت شو رؤيتك؟ دقيقة يا جماعة اللي تتصل، قلت شو رؤيتك؟ قال رؤيتي إيش الرؤية حقتها؟ ان بينه وبين واحد ثاني فيه شيء مو زين، عرفت شلون؟ فهمت علي؟ بينه وبينه شيء مو زين، فقلت له تعبير رؤي كذا كذا وانتبه بيصير ترى كذا كذا ما وقفتوا عن وضعكم. قال واذا صار ما بيني وبينه يعني تواصل وشيء؟ قلت له صار ما بينه وبينه تواصل انما هذا حديث نفس. قال طيب واذا صار فيه بتصير مشكله يعني وكذا؟ فبعض الناس ما يصدق، ما يصدق في إذا جاء إذا تعبر له عشان ما يحس بنفسه بينفض، يحس بنفسه. الرؤية هذه تحذير لك وإخبار لك من الله عز وجل، واحد ينتبه أحيانا. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. سلامة الله، كيف الحال شيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا رأيت رؤية في ولدي أني أغير له ملابسه، وقلت بوديها وظيفة الحمام الذكرانة. إلا يطلع من ذكره ثلاث نقاط دم تجي على الكابينيه وانت الكرامة. طبعا دم مش سائل، دم جامد. طلع من ذكره ثلاث نقاط دم، ثلاث نقاط دم جامدة، مش الدم السائل، دم جامد شوي. أيوة. وكأني في الحلم يعني خفت إنه يزيد مرضه يعني. هو مريض؟ ذو احتياج خاص. وش فيه؟ ذو احتياج خاص، عنده خرايا دماغ. من ذوي الاحتياجات الخاصة. ايوه. وانت مهتمة في تنظيفه وكذا؟ اي انا اللي قايمة. كم عمره هو؟ عمره سنتين وسبع شهور الحين. اي وانت قد طلع منه دم مثل كذا او شيء؟ لا ابدا. رأيت انه يخرج منه دم؟ ايه، وانا احاول اغسله كذا يخرج من ذكره ثلاث نقاط دم تسقط تطيح الكبنيه وتكون دم جامد، يعني مش زي الدم السائل اللي يطلع من اليدين او شيء. لحظه اختي، وش الكبنيه؟ وش ها؟ وش الكبنيه يا جماعه؟ قاعد تقول كبنيه، ما بيسالها فشل. وش الكبنيه يا اختي؟ الكرسي حق الحمام. كبنيه بالانجليزي هو؟ ما ادري والله، احنا نسميه كبنيه، ما ادري هو بالانجليزي ولا عربي. جالس عيال عقبه؟ لا ما عندي له. انت تتعبين مع القراءة؟ مع القراءة؟ ايه، مع الرقية؟ لا ما جربت. تعبتي؟ انا رحت. تعبتي في حملة؟ يعني مع السكر وكذا، تعرف حمل بالسكر يتعب شوي يعني. ما عندك عيال غيره؟ لا ما عندي له. والله ما وضحت لي الرؤية، لكن انا اقول انت اقري على نفسك مع ولدك. طيب يا شيخ، وين كنت في الرياض تقرأ؟ شوفي عندك في الملف الشخصي في رقم رقية شرعية تواصلي عليه. يلا يعطيك العافية، شكرا. سلام.
أنا أحس بالكبنيه دالوب، يعني بالكويتين يسمونه الدالوب كبت. شغال عندك النت؟ تمام طلعت من عندك. تبي شغل لك؟ لا السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام. تفضلي. تفسير أخوي. تفضلي. ألو. يا أختي تفضلي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أخوي. سلام. أخوي الله يجزاك خير، أنا علمت إني داخل محل وأخذت من عنده قدم فضي يلمع، بعدين نزلت من المحل نفس المحل اللي جت اختي ولقيت نفس الطقم بس انه ذهبي لونه، نفس الطقم بس انه ذهبي، انا فضي اخذته منه، قلت لا انا باخذ هذا الزيت، هذا احسن من حقي، يا باخذه انا لي، انت عندك صيره وبس، واخذته وخلص الحل. ما في شيء والله يا اختي، من رؤيه ما فيها شيء، ما فيها رموز، ما فيها رموز، لا والله سوالف. ايه لا يجعل خير. طيب زين شكرا الله يجزاك خير. ها؟ لي رموز ايش تبغون؟ تكرشون. ها؟ تكرشون تبي تدلعهم يعني ايش؟ لا انا خليك لين ليش دلع. سمي اسمع كذا سمي ايش اللي يسمي يا ابوي؟ يا أخي ما يجوز الخضوع بالقول. وين؟ هي لو قالت لي كيف حالك ما يصلح بخير، ما تفضلي خلاص، أنت متصلة عشان تفسير أحلام، كيف حالك ما لك دخل في حالي، ما يصلح الخضوع بالقول يا شيخ، ممكن ما يصلح التساهل في هالباب، خلاص أنت متصلة عشان رؤية ما لك دخل في حالي. إيه هذا رؤية. إيه نعم رؤية. خلاص السلام على الحسن، الرؤية على طول. الرؤية اي نعم تفضلي يا اخي، وش دخل كنت فيني يا اخي. جزاك الله خير على النصيحة، نصيحة مقبولة بس كل واحد اسلوبه. ما علي من انا امشي نفسي. وجه الحسن. وجه الحسن يا وجه الودر يا البعيد. السلام عليكم. رجال كيف حالك؟ صدق الله يمسك بالخير، مش حرمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته، تفضلي. يا شيخ أنا رأيت إنه أمي وأخواتي عندها، كنا أنا واثنين من أخواتي كنا في بيت، بس البيت مو معروف يعني، له بيت ما أدري يعني، بس إنه كنا في جمعة صحبة أخوات، صحبة واحدة من أخواتي اسمها أسماء. فجأة كنا قاعدين يعني الصحبة هذول كانوا يتقهون يعني، فجأة واحدة فيهم طاحت وماتت، وكنا يعني ندور في البيت خايفين انه كيف ماتت وما نعرف ايش، كأنها كذا يعني اندفنت عندنا لا اله الا الله وكذا، وانا قاعدة افكر في الفيلم انه في كمان جثة ثانية، يعني كأنه في جثتين عندنا في البيت، أمي كذا شايلة هم، وأنا طول الحلم وأنا أبكي مرعوبة يعني من هذا الشيء، إنه كيف نتصرف إحنا. فجأة كان يجي عندنا شيخ ويقول لنا يعني على أساس إنه بيفتننا في هذا الأمر. أول ما دخل الشيخ أنا قاعدة أقول له وأنا أبكي ومنهارة يعني وخايفة، وأقول له هذا قتل غير عمد يا شيخ. أمي كانت في هم يعني مرة شديد، فيقول لنا ايوه الشيخ كم دخل علينا، وانا قاعد اقول الشيخ من هو؟ لا مو معروف كذا، واحد كانه جاي علينا انه بس انه بيشتينا في هذا الموضوع، فدخل عليه واختي الكبيره تقول لي هي كانت بتقابله، فقاعد اقول لها خلاص قولي له الصدق انه هذا قتل غير عمد. فجسمه دخل علينا وقاعد يكلم الوالده ويقول لها كأنه تقول له على الموضوع، وقال لها لا أبشروا ما عليكم شيء كذا قال لها، فهي تقول له الله يعطيك العافية وجزاك خير بشرت، فأنا قاعد أقول له مرة ثانية
يقولوا يا شيخ هذا يعني قتل غير عمد، يعني في شيء ولا ما في شيء؟ يقولوا لا لا لا، يقول أنا كذا بهذا اللفظ إنه ما عليكم شيء بإذن الله بس، وخرج. وأنا كنت والله مرة أبكي ومنهارة وسقط انتهت الوضع. رأيت إنكم داخلين في بيت تقولين ما هو بيتكم صح؟ لا لا مو بيتنا. إيه تكون كان بيت صديقتك أو شيء؟ لا هو بيت كذا ما أدري، بس إنه صديقات كانوا متجمعين يعني. سؤال. فجأة كذا سؤال. فجأة اثنين كذا ماتوا. اثنين ولا ثنتين؟ أيوة ثنتين. أيوة ثنتين. تعرفينهم؟ لا لا ما أعرفهم ولا شيء. إيه ماتوا عندكم ودفنتوهم. أيوة. إيه. وانتم متسولفون ماتوا؟ ايوه هو كذا فجأة يعني هي واحدة ماتت. طيب سؤال بس سؤال جاوبيني بصراحة. اتفضل. ايه انتم في مجلس في عادة في مجالسكم تحشون وكذا وتغتابون؟ لا 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 يا ربي لك الحمد ما في. ما تغتابون احد؟ لا لا الحمد لله. ايه طيب المرأة هذه اللي سقطت اللي توفيت تعرفينها؟ لا لا ما اعرفها. ما تعرفينها؟ ما حصل عندكم افتراء في البيت او احد افترى عليكم؟ والله عندي اختي انا مشحورة. مشحورة طيب. اللهم صل على نبينا محمد. طيب والله أعلم بالنسبة للرؤية، بالنسبة لأختك أقرأ عليها أسأل الله أن يكتب لها العافية والشفاء. الرؤية أقول والله العالم فيها خسارة تنالونها بسبب خطأ أنتم تقعون فيه، خسارة دنيوية. يعني من الأهل ولا أنا؟ أنتم المجموعة اللي كنتم موجودين، خسارة دنيوية أهل البيت، خسارة دنيوية تقعون فيها بسبب خطأ أنتم تقعون فيه والله أعلم. بس الله اعلم. طيب. الله اعلم وش هو بالضبط. طيب الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. الشيخ يقول وقف الاتصالات. الشيخ يقول قفل بنا. قفل يا شيخ. لعيونك يا شيخ. والله انك صادق يا شيخ. معليش والله صديقي قال قفل. كلش ولا خوي. معليش. خوي يقول قفل والله. ركبتي الزاوية الحادة. توي يا شيخ قسم بالله. طال زبدي. بسم الله عليك. والله خوي قال قفل يا جماعة. شوفوا كله منه. هو اللي قال قفل. ما عندي صور ليش؟ ها؟ احلى احد يصورنا يقول انت غطي ببطانيتك. الله اكبر. شو ما كان في احد في البطانيه من نحف ما شاء الله. خلاص بنقفل والله خوي فيه النوم وانا فيني النوم. والله يقول قفل. اي يقول لا تقفل. شوف بيطفي اللمبات حتى طفاها. شفتوا هذيك مفتاحها منك. عش عليك بالله. تسألني بالله على شيء بايخ. استغفر الله العظيم. نصر على ربي. ها؟ زهرانية زهرين يقول نصر على ربي. نصر على ربي. يجعل لك خير. قول أمك نصر على ربي والله نصبك. إيش؟ قول أمك يا أمه. ما حد يقول لي المصلحه ربي. المصلحه ربي. المصلحه ربي. اي والله. اجعل لك. والله اي والله تشرف. انا ما كان يا زغاني. امي. بسم الله. ما في عرق جنوبي عندك. انا ما فيني عرق جنوبي. ما عشت معهم. ليش اللي فيني عرق جنوبي؟ اقف. هيا سق امها. ودعناكم الله. دعتك الله يا نظر عيني. تبي اقول لك قصه قبل ما تنام؟ من الله اقول لك حتى وته.
قصة جوعة. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. يا جماعة الخير الحين بسألكم سؤال. بسألكم سؤال، فسرنا اللي نقدر عليه ولا لا بالجوال؟ فسرنا الجوال اللي نقدر عليه ولا لا؟ فسرنا بالاتصال اللي نقدر عليه. يعني الواحد لا يصير إذا ما فسرت لي أسب واشتم، ترى هذا أسلوب بذرة والله عيب. إذا ما فسرت لي ولا رديت علي أنت اللي مو كويس، أنت اللي مو كذا، ما يصلح. فاللي نقدر عليه نفسره، اللي ما نقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في الدين، فما بالك بالتفسير. بعد تقولوا لا تموجيهكم. معلش ولعت اللمبة. لا الخاص ما فسر فيه والله. جماعة الخير لا تسعد تفسير مثل الاتصال. افتح الاتصال وتفسرون. نبي علاج جرثومة في المعدة يا عليكم عسل الطلح على الريق مدة شهر، بعدي عن الحاجات اللي تسبب الجرثومة وسوي حمية مناسبة. قفلت الجوال يا اخت مريم 95 العتيبي. خوي بينوم تقول خذ قسط. والله صديقي بينوم ازعجته. لك بوصلوحي بوصلوحي بدك تنام ابن عمي، بدك تنام مو على عيني. قبل شوي يقول قولوا لهم سم عامر، والحين يقول معطيهم وجه. هذا والله انك حكيم يا اخي انت. يوم يجيهم ثقيل، يوم يجيهم. يلا يلا يا اخوان استودعكم الله باذن الله، اليوم لكم بقاء مرة اخرى. على السلامه.